نحن الآن داخل الغابة، سوف يقوم الأخ، إيش اسمك يا أستاذي؟ عزيز. عزيز بالتصوير. بس اطلع قدام، أنا من هناك، روح قدام عشان تجي الصورة من قدام، من بعيد. خليك من بعيد، من قدام، اطلع اطلع من هناك قدام. داخل الغابة، اطلع هنا داخل الغابة. هذه الطرق داخل الغابة. سوف الآن داخل الغابة، نتجول على الخيل، غابة مسمومة بإفران، الجو ما شاء الله جميل وعليل، نتنقل في هذه الأماكن الجميلة. جوال طاح؟ اه هو عندي. الحين نرجع للسيارة؟ نروح للعيد؟ ايه. ولا تخدك نص ساعة، نروح اكبر شلة اللي موجودة هون. لا لا نص ساعة كبيرة، بعدين اعطيني تليفونك. اه واجي. الجوال عندك؟ حمزة صور مزيان. نحن الآن هذه بساتين، بعض البساتين وبعض الأشجار، شجر التين. إيش اللي موجود من الأشجار هنا؟ البلوط، شجر البلوط والصفصاف والصفصاف والعرق.